السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا مع بعض النهاردة في الفيديو بتاعنا بشكل سريع جدا نتعلم ازاي ان احنا نغير اسماء الشتات ونغير الالوان اللي بتكون موجودة من تحت، فتظهر معانا بالشكل اللي قدامك دوت بدل الشكل التقليدي المتعارف عليه بالصورة دي. بس قبل ما نبدأ مع بعض الفيديو، لو لسه ما اشتركتش معايا في القناة شرفني بالاشتراك، ولو عجبك الفيديو ادعمني بلايك، وما تنساش تفعل زرار الجرس للكل علشان توصلك فيديوهاتنا الجديدة. لو انت فاتح شيت اكسل بشكل تقليدي هتلاحظ ان اسماء الشيتات تحت عبارة عن شيت 1 شيت 2 بالشكل اللي قدامك دوت، ومفيش اي الوان، هو دوت الالوان العادية بتاعتها. علشان تبتدي تغير الاسم قدامك حل من الاتنين، يا اما تضغط دبل كليك فيبتدي الاسم اللي قدامك دوت يحصل له عملية تظليل، فتبدأ ان انت تكتب الاسم اللي انت عايزه مباشرة، زي مثلا الميزانية. طبعا بتكتب الاسم اللي بيعبر عن الشيت بتاعك كده، انت خلاص كتبت الاسم بتاعك وغيرت النيم. طيب الحل التاني ايه علشان تغير الاسم الخاص بالشيت؟ انك تقف على التاب كده اللي انت عايز تغير اسمها وتضغط كليك يمين وتختار رينيم او اعادة تسمية. هيعمل لك برضو سيلكت كده على شيت 2 او الكلمة اللي مكتوبة دي، تبتدي ان انت تكتب الكلمة اللي انت عايزها، ولتكن مثلا الموظفين. طبعا انت بتكتب الحاجة اللي بتعبر عن البيانات اللي موجودة في الشيت عندك. دي كده الخطوة الاولانية، قدرنا ان احنا نغير الاسماء الخاصة بالشيتات. طيب ازاي بقى نغير الالوان علشان ندي شكل جمالي للشيت بتاعنا؟ كل اللي انت هتعمله ان انت هتروح تقف برضو على التاب اللي مكتوب فيها الاسم من تحت دي، وتضغط كليك يمين، وهتلاقي في حاجة عندك اسمها تاب كولر. تاب كولر دي او اللون الخاص بالتبويبة دي، مجرد ما هتقف عليها كده هتبتدي تظهر قدامك بلدة الوان بالشكل ده، هتختار اللون اللي انت حبه وتضغط عليه بس كده. روح على التانية نفس النظام، كليك يمين التاب كولر او الالوان، واختار اللون اللي انت عايزه. كده يبقى انت قدرت ان انت تغير الاسماء وقدرت ان انت تغير الالوان الخاصة باسماء الشيتات باسهل طريقة في برنامج الاكسل. بتمنى ان حلقتي النهاردة تكون فادتكم، بشكركم جدا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.